السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة سيورين. اليوم سننجز ربطة شعر محاطة بزهور متراكبة على بعضها، سهلة وبسيطة. ونحتاج إلى خيوط وإبرة كروشي ملائمة لخيط المستعمل، الأستيك أو المطاط، إبرة تنظيف ومقص. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والآن لنبدأ هذا العمل. بسم الله، نشكل عقدة البداية على إبرة الكروشيه بهذا الشكل، ثم نأخذ المطاط وندخل إبرة الكروشيه ونربط الخيط بغرزة حشو على المطاط، ونشكل غرزة نصف عمود حتى نخفي الأستيك بكامله. إذن نهاية السطر أخفينا المطاط. سنغلق هذا السطر بمنزلقة على العمود الأول، والآن سلسلة ارتفاع، وفوق كل غرزة نصف عمود نشكل غرزة حشو على الدائرة بأكملها. أنهينا السطر الثاني، الآن سنغلقه بمنزلق. ثم سلسلة 2 3 4 5 6 7. نعد الآن 1 2 3، وفي الرابعة نشكل غرزة العمود بلفة. العمود الثاني في نفس المكان سلسلتين، ثم نغلق البتلة بغرزة منزلقة. نبدأ في البتلة الثانية، سلسلتين، عمود بلفة، ثم عمود آخر بلفة دائما في نفس المكان سلسلتين، ونغلق البتلة الثانية بمنزلقة. نبدأ البتلة الثالثة، سلسلتين، عمودين بلفة، سلسلتين، ونغلقها بمنزلق، سلسلتين، عمودين،
سلسلتين، نغلق البتلة بمنزلق. لدينا 4 بتلات، نضيف الخامسة. إذن أنهينا هذه الزهرة، لدينا 1 2 3 4 5، 5 بتلات كما تلاحظون. الآن سلسلة 2 3، ونترك غرزة 2، وفي الثالثة نشكل غرزة حشو. وانطلاقا من غرزة الحشو نشكل سلسلة 2 3 4، نمسك الغرزة الرابعة ثم نضيف 3، وفي هذه الغرزة التي أمسكنا ندخل إبرة الكروشيه ونشكل عمود بلفة، والعمود الثاني كذلك في نفس المكان سلسلتين، نغلق بمنزلقة. شكلنا البتلة الأولى، الآن سلسلتين، عمودين بلفة، سلسلتين، ونغلق بمنزلق، سلسلتين، عمودين بلفة، سلسلتين، ومنزلقة. البتلة الثالثة، الآن سلسلتين، عمودين بلفة، سلسلتين، نغلق بمنزلق. البتلة الرابعة، الآن البتلة الخامسة بنفس الطريقة، الزهرة الثانية بخمس بتلات، 3 سلاسل، ثم نعد 1 2، وفي الثالثة نشكل غرزة حشو، ثم سلسلة 2 3 4 5 6 7 لنشكل الزهرة الثالثة من بعد. وسنستمر بنفس الطريقة لتشكيل الزهور حتى نملأ هذا السطر. إذن أنهينا السطر بتشكيل هذه الزهور، وكذلك انتهينا من هذا العمل وحصلنا على توكة شعر أو ربطة شعر رائعة. وإذا أعجبكم هذا الفيديو اضغطوا على زر إعجاب وشاركوه مع الأصدقاء والأحباب، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله.